إنه نصيحة لأي بنت، عشان تبقي جميلة وتفضلي جميلة لازم تهتمي بنفسك من وانت صغيرة لنفسك. لو هتهتمي لنفسك هتفضلي طول عمرك تهتمي. لكن احنا هنا في مصر بيحصل ايه؟ ما بنهتمش ومش بنتربى على ان احنا نهتم. نيجي نتجوز نقعد نوضب روحنا ونخسس ونعم، بعد الجواز بم نرجع تاني لسه. فنصيحة، اهتمي من وانت صغيرة لنفسك هتفضلي طول عمرك تهتمي.